يقول شيخنا حفظك الله، قال الإمام أبو داود في سنة حدثنا علي بن نصر ساق إسنادا قال إلى أن قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه. السؤال: ما صحة هذا الحديث بارك الله فيكم؟ هذا الحديث حديث أبي داود الذي أشار إليه في السؤال حديث كان لي رأي فيه سابقا قديما، وهو أنه حديث معلول، وكنت أرى نكارته والقول برده، يعني بنى على ذلك الكلام على مسألة نقد متنه. ثم بعد مدة بحثت هذا الحديث ونظرت فيه وجمعت فيه الطرق وغير ذلك، وتبين لي أنه صحيح، أنه حديث صحيح في ذلك، وأن إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي جاءت في الحديث وذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ليست هي من باب التشبيه، إنما هي من باب تأكيد الصفة، صفة السمع والبصر بالفعل، فهي مؤكدة بالقول والفعل. هذا الذي يعني خلصت إليه وترجح لدي الصحة، وهذا توجيهه، وعليه فالقول الأول قول يعني عن التعليل أو الرد قول مرجوع عنه، وهذا يعني وجود مثل هذا أن الرجل قد يتغير حكمه هذا وارد، فليس الأمر محكما لا اجتهاد فيه، فالمرء يتغير اجتهاده. وأذكر أنه في عام 1407 تقريبا من الهجرة زرت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه في بيته في الطائف في الصيف، وكان مما جرى في هذا المجلس سألت الشيخ رحمه الله جملة من الأسئلة ونحن على العشاء، قال سألت الشيخ مما سألت، قلت شيخنا حفظك الله حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتعل الرجل قائما، ما صحة هذا الحديث؟ قال حديث معلول أو حديث ضعيف لا يصح. فقلت هكذا سؤالي، قلت شيخنا بعض أهل العلم ذكر له طرقا، قال أعرف، هذا لفظه، قال أعرف، قد ذكر أخونا يقول الشيخ الألباني أربعة طرق له، وأنا ما سميت الشيخ الألباني ولا حمت حول الشيخ الألباني، قال أعرف أخونا الشيخ الألباني ذكر له أربعة طرق كلها لا تصح، وكلها لا تصح، يعني لا يقوي بعضها إيش بعضا. ثم قال الشيخ كم من حديث صححه بعض الأئمة الذين تقدموا ثم تبين ضعفه، وكم من حديث ضعفه بعض العلماء تبين ماذا صحته، وهذا وارد. فكم هي الألفاظ أو كم هي الأحاديث التي تراجع عنها الإمام الألباني رحمه الله تصحيحا أو تضعيفا، حتى أني أذكر طالبا في كلية الحديث قديما، هذا كلام قبل أكثر من 30 عاما وزيادة، ممكن في عام 1405 أو نحوها، يعني في ذاك التاريخ، رأى حديثا للشيخ رحمه الله في الصحيحة، وبعد أن نظر في طرقه وبحث الطالب يرى أن التصحيح ليس في محله، فأرسل ما كتبه من تصحيح الشيخ وما يتعقب به أرسله إلى الشيخ رحمه الله، أرسله رسالة كاملة بالبريد، فنظر الشيخ في هذا التخريج ورجع عن تصحيح الحديث،
وأشار إلى الأخ بعد أن رجع وعدله حوله من الصحيحة إلى الضعيفة، قال وقد راسلني أحد الطلبة كذا وكذا، هو يعني أحد إخواننا وطلبة العلم الذين كان معنا في الكلية. فهذا أمر وارد بارك الله فيك أن يتغير ماذا؟ الاجتهاد. فثمة طرق وثمة رسائل وثمة كتب تخرج وغير ذلك، وهذا أمر لا ينبغي أن يقال لما صححت ولما ضعفت. لا يقول هذا الكلام إلا من لا يعي معنى هذا العلم بارك الله فيكم، وهذا أمر يعني يجب التنويه عليه. وصلى الله على رسول الله.